رجعنا نتواصل من جديد. وواحدة من العوامل المهمة في النجاح في الحياة بعد بين أن تكون أنت إنسان ناجح في حياتك، إنسان متمكن، إنسان واثق من نفسك، الثقة نفسه. عامل الثقة عامل مهم جدا في حياتنا. كونك تكون واثق من نفسك، واثق من إمكانياتك، دي أول خطوة للنجاح. أيا كان طريق النجاح اللي أنت هتتخذه، عامل الثقة عامل مهم وعامل أولي لكل إنسان حاب إنه هو يكون ناجح. أكيد، يعني أنا دائما بقول للناس الثقة هي أساس كل حاجة. نعم. يعني أنا واحد من الناس بدايتي في التلفزيون ما كنت واثق من نفسي، كنت مضطرب جدا. لما حسيت بنجاحي خلاص، لا وثقت، لما وثقت في نفسي، يعني الثقه دي، يعني انا دائما بقول لهسه للمذيعين الجداد الثقه نمبر 1. يعني نمبر 1 انت تكون واثق حتى الشيء لو ما عارفه. انا صراحه اقول لك في بدايتي مثلا لما جيت اشتغلت نشر رياضيه في لعيب ما بعرف اسمه، لكن كنت واثق اني انا عامل فيها عارف وكذا، الامور بتمشي. صحيح. فانت لازم تكون واثق في نفسك. لكن الكلام ده نحن يعني حيتكلم معنا زول مختص يعني في علم النفس، ودائما يعني بنزعت بيه، وانا بقول له الحمد لله على السلامه، وزمن طويل ما تقابلنا. دكتور اسراء زين العابدين، عز الدين زين العابدين، طبعا زين العابدين عادي، اسراء عز الدين شبيكه، انا برحب بك وسعيد نلتقي بعد زمن طويل. صباح الخير، وانا سعيده بكم والحمد لله على سلامتي وسلامتك. الله يسلمك. صباح الخير يا لينا، وصباح الخير على كل اللي بيشاهدونا عبر صباح الشروق، وتحيه متجدده بعد طول غيبه دامت شهرين. دكتوره اسراء، يعني موضوع الثقه موضوع مهم زي ما ذكرنا، عايزين نخش اول حاجه في مفهوم الثقه نفسها، نتكلم عن مفهوم الثقه ونتدرج تحديدا عشان نقدر نستفيد ونفيد. الثقه يا لينا زي ما اسلفتي في بدايه حديثك هي جزئيه مهمه جدا للصوره الشخصيه بالنسبه للشخص. صورتك او رؤيتك لنفسك في اطار الثقه ده شيء مهم جدا، ودي الخطوه الاولى تجاه اي خطوه في حياتك، لو كانت عمليه او كانت علميه او كان حتى في تعاملك مع ذاتك مع نفسك اصلا. الثقه بتمثل السلم الاولى والعتبه الاولى بالنسبه للافكار، بالنسبه للاحساس، بالنسبه للاراء تجاه الاخر وتجاه نفسك. الثقه موجوده اصلا، يعني الثقه ماشي مكتسب. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شخص وجواه ما يعرف بالثقة، والثقة طبعا عكس الدونية أو عكس تغيير الذات، الإحساس إنه أنا قليل زي ما بقوله، إحساس إنه أنا ما بسوي، لا هي موجودة. هي موجودة بس بعدك أنا بكتسبها بالمهارات، لا هي أصلا موجودة. أيوة، بيحصل لها تنمية لكن بيحصل لها هد. ده السبب الاساسي في انه انا بعد ذاك بلقى نفسي ليه ما عندي ثقه. انه الثقه بيحصل لها من في المرحله الاولى من الاسره. اللي هو التعامل الوالدين مع الاطفال، وده الاساس في الموضوع كله. الاساس انه الوالدين يا اما بيكسبوا اطفالهم ثقه وتبقى ثقه زايده في الحد الطبيعي احنا بنتكلم، لانه الثقه لما تزيد عن حدها بتديك برضه جوانب سلبيه في الشخصيه. وفي نفس الوقت هم الأساس في أنهم يهدموا الثقة داخل طفلهم. نعم. بأساليب تربوية كثيرة هي قد تكون دون قصد بتمارس بشكل يومي في البيت، منها التوبيخ المستمر، منها الكلمات الجارحة، منها الكلمات اللي بتقلل من العزيمة والهمم. أنت أصلك، وانت اصلك دخلت لقيت حتى اي حاجه بتيجي بعد ذاك انت اصلك. في برضه التصفيت وعدم الاحساس بانه مسؤول للطفل نفسه، عدم انه تديه ثقه في انه يعمل حاجه، انت ذاتك ما تكوني واثقه في انه يقدر يعمل شيء، يعني كل حاجه حتكوني واقفه فيها، بالاضافه للضرب والعقاب المؤلم الموجع، الاختلافات الزوجيه، تفاصيل كثيره جدا بتندرج داخل الاطار التربيه الاسريه بالنسبه للاطفال، ودي بتاثر بكل المعالم الموجوده داخل الاسره في شخصيه الطفل، فبالتالي بتاثر في ثقه الطفل. الرئيسي يعني او مديري ممكن ازرع او اهدم الثقه داخلي بكل تاكيد. احنا تكلمنا عن بدايه تاثير الثقه بشكل سلبي اللي هي بتبدا للاسره. بالنسبه للناس الكبار خلاص اوريدي انا شويه بقعد عندي مشكله اصلا في ثقتي بنفسي، فبالتالي بيسهل على اي شخص انه يثير الجزئيه دي في الشخصيه. يعني هو يا استاذ معتصم رؤيتك لنفسك لذاتك، الصوره اللي انت باخذها عن نفسك، اذا انت عندك ثقه كامله بنيت في شخصيتك ما من السهل لشخص انه يكون يقدر يعني قد يقدر بالقوانين. نعم. بالنسبه لسؤالك بالقوانين قد يقدر انه ياثر عليك. لكن في شخصيتك لا، ما بقدر ياثر عليك لانه انا واثقه تماما من امكانياتي ومن قدراتي. في يعني لو ضربنا مثال، لو انا مثلا عندي ورقه
فئة الألف جنيه الجديدة طلعت فأنا طلعت يا ليلى ماشي الكارثة لسه فأنا مثلا إذا عندي الورقة دي اللي هي الفئة فئة نقدية إن كانت فأخذتها وسألت ممكن كم شخص يقول لي أنا عايزينها لو أنا مثلا أثرت عليها كده وزي ما بقولوا كمشت الورقة سألت برضو في شخص عايز لو قطعت على اثنين برضو في شخص عايز انا ممكن تتلزق واثق ليه السبب شنو السبب انه قيمتها موجوده فيها في الانسان قيمته فيه مهما يكون تاثير الحاجات اللي حوله قيمتك موجوده في دواخلك ثقتك في نفسك في قدرتك في انك تقدر تجتاز مواضيع عندها علاقه بعملك بشخصيتك حتى بتقبلك لنفسك لشكلك لامكانياتك لافكارك لارائك يعني ما تسمح باي عمليه من عمليات الهد بالضبط كده خاصه وانه احنا حاليا احنا في يعني في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي تاثير اصبح كبير صح. جدا وبليغ على النفس يعني بعض العبارات ممكن تكون هي هادمه لكثير من الناس بعض الجمل بعض التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي كلنا نعلم بانها ممكن تؤثر سلبا على الانسان نتكلم عن الابعاد النفسيه للثقه الابعاد النفسيه للثقه الفكره الاساسيه في انه ماخذ الاشياء الاجتماعيه ومنها السوشيال ميديا او التعامل مع الاخر ابدا ما تاخذه موضوع شخصي حتى لو هو قاصد الاخر انه موضوع شخصي ما اخذه موضوع شخصي لانه لما ادخل في موضوع شخصي معناته انا بيحصل لي شد وجذب وابدا افكر في اصلا الفكره الاساسيه لينا على اللغه الليله على اللبسك مثلا الكلمه كانت كده هي قاصده كده يا ربي كنت قبيل كيف بعدين اعيد الحلقه في اليوتيوب او احضرها بالليل شنو يعني بعد ذلك بيبدا في نوع من تجاذب الافكار في تاكيد المعلومه او نفيها حتى لو كان عندي قدره شخصيه او قدره في ثقتي بنفسي فالمهم في الامر انه انت مجرد انك انت تاخذ المواضيع شخصيه اوكي ده رايك يعني شفتي اوكي رايك دي خلاص بعديها ابدا افكر اذا كان مثلا حاجه فعلا بتستدعي التفكير بالنسبه للاشخاص البالغين والاشخاص الكبار هنا يمكن اكثر تاثير بالثقه لانه زي ما قلتي بتاثروا بالناس اللي حولهم كويس فكلهم خاصه احنا بقينا في مجتمع الناس عايز تسهر كل زول عايز يسهر بامكانيات بدون امكانيات باي شكل من الاشكال هو عايز يسهر عايز يبين هو الافضل الوضع بيبقى يعني التاثيرات الاجتماعيه بتدخل في شخصياتنا شئنا ام ابينا وبالتالي بتاثر في ثقتنا بنفسنا وثقتنا تجاه الاخر. وجودي يا استاذ دكتور اسراء في مقام اعلى من قدراتي ما بهز الثقه يعني وجودي في منطقه انا اصلا قدراتي اقل منها عشان اطلع اداء جيد او ممتاز احيانا ما بتهز الثقه في دواخلي؟ هي بشكل عكسي ما انا امكانياتي اقل من المكان اللي انا موجود فيه بالتالي هي مش بتعزز هي سلاح ذو الحدين قد يكون قله امكانياتي في اني انا اكون قدر المكان او قدر الموقف او قدر الشيء ممكن يديني احساس بانه انا ادعالة كويس وادخل في شكل بتاع دراما وتحصل لي حاجه اسمها الميكانيزمات الدفاعيه عشان اثبت انه انا قدر الكلام ده باي شكل من الاشكال وقد يكون تتبع سلوكيات اخرى كويس وقد يكون اذا كان الشخص هو شخص ايجابي يحاول انه يكتسب ايوه يكتسب كثير من الثقه عشان يكتسب المعارف ويكتسب الداتا او الحاجه اللي ممكن توصله للمكان اللي هو فيها يعني يقدر يكون قدر المكان قدر اللي هو فيه او قدر الموقف او قدر الـ اي إن كان شكل المكان اللي هو موجود فيه يعني. نعم. طيب ما هي اهميه الثقه بالنفس؟ هي اهم حاجه في الشخصيه ونتكلم عن الثقة المعتدلة في ناس عندهم ثقة وممكن تصل حد الغرور مفرطة كويس ودي ممكن تجي بالشهرة تجي بالمال تجي بأشياء أخرى ودي طبعا جوانب سلبية جدا في الشخصية لكن الثقة اللي احنا بنتكلم عنها هي الثقة الطبيعية الموجودة هي ثقة أصلا زي ما قلت إنها هي أصلا موجودة بتتعزز بالمواقف بتثقل بالأفكار بالحوار الذاتي مع النفس مع النفس مهمة جدا ايوه ودي طبعا من اصعب الحاجات في الشخصيه لانه ما صعب عليك انك تصارح زول بحاجاتك لكن صعب عليك انك تبقى صادق مع نفسك في حوارك مع نفسك بين نقائضك وبين اشيائك الايجابيه والسلبيه وده شيء مهم جدا يعني اذا كان الشخص بيقدر يكون كل يوم عنده حوار مع نفسه بيصل لانه هو يبعد عنه الاشياء السلبيه الثقه بتزعزع بيتين الثقه بتزعزع لما احس انه في مشكله
احس انه انا فيني مشكله، اذا كان مشكله اسريه، مشكله اجتماعيه، مشكله في العمل، مشكله في شكلي، مشكله في شكلي مثلا، حاسه اني سمينه، حاسه اني ضعيفه الى اخره، حاسه اني ما لابس كويس، حاسه اني ما عندي الحاجه، ايوه حاسه انه ما عندي الحاجه اللي بتليق بوضعي مثلا. تفاصيل كثيره ممكن تاثر في ثقتك في نفسك، لكن ده تاثير طبيعي كويس، بيكون فتره معينه و بينتهي. انما كيف الحاجات؟ لكن لما يبقى باستمرار ويبقى وسواس جواك، بتحول لهدم لثقتك انت في نفسك وقدرتك على انك تتجاوز مرحله الحاجه اللي انت اختلفت فيها، اذا كان مع نفسك او مع الاخر. يعني تعرف يمكن دي البدايه بتاعتي انا، كانت يعني هل فكنت بسال، هل انا مثلا يعني مثلا كان ايام التلفزيون بيكون جنبك استاذ الجوزلي، استاذ هيام ربنا يرحمها، فانت بتحس اقامات كبيره، فانت بتحس بشويه بتاعت هالصغة. انا قاعد مع ناس كنت بشاهدهم وناس كبار، يا ربي انا احسن، ايوه حقدر، زرارة مقطوعة، تجنبت الحاجة دي كيف؟ قدرت اتجاوزها، يمكن لانه اصلا هي جواها زي ما قالت قبيل الدكتورة، اصلا من البيت انا عندي ثقة في نفسي واني انا قادر الحاجة دي واني حكون، لكن ده يمكن يبقى الرغبة الخفية، الرغبة الخفيفة او قلق الخفيف، دي وضع طبيعي في بعض الظروف، وفي بعض زي ما هسه قلنا يعني زاد وزني علينا، عندي اختلاف مع شخص، عندي حاجة معينة، وضعي طبيعي انه يحصل تجاذب وتنافر معك بينك وبين نفسك، في انك انت بتخليك حريص، بتديك دافعيه في انك تكون حريص قدر الموقف اللي انت فيه او قدر المكان اللي انت فيه، والا انت ما حتصل يعني. لكن انا برضه مصره انه الحاجه البسيطه دي اللي بتزعزع، بتبدا تزعزع الصغه في جوايا وتبدا هي تعمل لي ربكه شويه، ما حاجه سهله يعني. انا ما لما اتخطاها زي ما ذكرت قبيله وبقت متكرره هتهدم الثقه جواي. طيب انا كيف اقدر اتخطى الحاجه، النقطه البوينت الصغيره دي اللي هي انه انا وزني زاد، اللي انا شكلي ما حلو، كيف انا اقدر اتخطاها؟ طيب اكيد في الكلام ده في حاجه، ايوه الكلام ده بيتوقف على حاجه اساسيه، ثقتك انت عموما في نفسك كيف. عرفتي؟ بعد ذاك بيجي قدرتك في انك انت تتفهم، كل الناس عندها مشاكل، كل الناس عندها ما في حد بيخلى من بعض المشكلات في حياته او بعض النقائص في حياته او بعض الالم او بعض الوجع، الحياه ما بتجيف على كده يعني، لابد من انه بيكون في اشياء. قدرتي انا في اصل عموما في انه انا عندي ثقه في نفسي هي اللي بتخليني اقدر اتجاوز. اذا اصلا انا عندي مشكله في مساله الثقه في نفسي، بديناها من التربيه، بديناها انه شخص انا بتاثر بالاخر، اي زول قال كلمه انا ممكن تقلب حالي يعني، ببدا افكر فيها اليوم كله. الناس لو شفت عند الناس حاجه ببدا افكر انا ما عندي الحاجه دي، لو انا شايفه عندك جوال بفكر انا لازم اصل مرحله انه انا اخذ نفسي جوال. القناعه، ايوه حاجات كثيره عندها علاقه بفكره انه انا ما عندي قدره في انه انا يعني. شوفي السر في الموضوع ده كله الحب، حبيت نفسي، حبيت حياتي، حبيت تفاصيل حاجاتي، بكون واثقه تماما والحاجات الحياه عجبان. نعم ده السر الاساسي. احنا في معلومه خاطئه بقول لك لو حبيت نفسك انت اناني، لا انت ما اناني، ده الاساس. انت لو ما عرفت تحب نفسك ما حتحب الاخر. صحيح. بس الحب المحتدم، احنا بنتكلم عن الحب الجنوني والاناني الزايد. والاناني ايوه، لكن الحب المعتدل، فانت قدرتك على انك تحب تفاصيل حاجاتك، تحب نفسك، تحب امكانياتك، تحب كل شيء عندك، تحب قدراتك، ايوه بتثق في نفسك وبتثق في حاجاتك يعني. عموما نحن من هنا حنحب نفسنا عشان على الاقل الواحد يقدر يبدع. صحيح. ما انت الليله اللي جاي داخل الاستوديو يعني انا لابس مثلا، احس اني لابس كويس، احس ان انا والله قادر اقول اشياء، قادر الفقرات الكثيره دي انا قادر عليها، عارف حتكلم عن الزمن، حتكلم عن الصيغه مع دكتور اسراء، حتكلم في الرياضه مع سهر، عندي ثقه انه الحاجات دي انا عارفها، اكيد حطلع شغل كويس. لكن اذا كان عندي شويه بتاعت خوف او والله يمكن وما يمكن، حتبقى مشكله. انا ده اتكلم عن نقطه مهمه انت قبل تكلمت عنها عرضا، الثقه الزايده. يعني حتى في الكوره عندنا الفريق يقول لك الصيغه الزايده، الفريق اتهزم، كان منتصر لكن جاته صيغه زايده فينهزم. أيوة. الموضوع ده لينا هناخد فاصل ونيجي راجعين له. طيب لانه ناخد فاصل يا دكتور ان شاء الله. نعم إن شاء الله. لينا نطلع فاصل، نطلع فاصل ومن ثم نواصل في الساعه الثانيه.
ثانيه برحب بكم بعد الفاصل، وبنتكلم عن موضوع مهم زي ما تكلمنا في البدايه عن موضوع مهم مع سعاده اللواء عن الوقت. الان بنتكلم عن موضوع الثقه، وهو موضوع مهم جدا مع دكتور اسراء عز الدين. دكتور اسراء، احنا قبل ما نمشي كان بنتكلم عن الثقه الزايده، مش كده يا لينا؟ نعم، تكلمنا عن الثقه الزايده، وخصيصا برضه ذكرنا الملاعب، يعني أيوة الثقه الزايده في الملاعب بين اللاعبين. نتكلم عن الثقه الزايده ومدى ممكن تكون هي سلبيه بالنسبه للانسان اكثر مما هي تكون ايجابيه اذا زادت عن حدها. طبعا النجاح مرات النجاح اللي هو قبل المثال الضرب وسمعتصم، النجاح مرات بيديك احساس الثقه الزايده، فبالتالي بتستهون الامور او ما بكون في دراسه حصيفه ودراسه دقيقه للخطوه القادمه. يعني مثلا اذا كان منتخب او اذا كان بعد الفرق، ايوه، في وقت من الاوقات حققت نجاح، بتحسي انه مثلا الخطوه الجايه اقلها، انا ما اجتزت الشيء الصعب، فبالتالي يحصل زي قصه التلميذ اللي ممكن يدرس بشغف وبنهم وبقوه وبتركيز وبتفاصيل كثيره تساعده في انه ينجح. فشويه ما خلاص انا اصلا انا شاطر وانا اصلا بنجح، يعني النجاح جاء بالمثابره وبالدراسه وبالصبر وبالتخطيط للمذاكره ولعمليه الامتحان نفسها، فبالتالي ما جاء صدفه او جاء لانه انا عندي القدره والملكه في انه انا انجح اصلا. فبالتالي ثقتي الزايده دي تكون سببت زي ما بقولوا مستوى عالي في بالنسبه للفرد، وبالتالي بيستهون فكره الخطوه الجايه، وبيكون بعد ذاك بتيجي عليه بيستهونه وبتصدم، يعني بيكون واثق عليه وهو خلاص. أيوة. انا شاطر وانا نجحت وما في زول غيري. أيوة. فبيجي بتصدم بانه في حد غيره اخذ المكان. حقيقي. أيوة. طيب الثقه يعني مدى تاثيرها في تكوين الشخصيه تحديدا؟ طبعا الثقه هي الاساس في تكوين الشخصيه، لانه انت لو ما عندك ثقه يا لينا ما بتقدري تكون عندك شخصيه من اساسه. حتى كل انماط شخصيتك وابعاد شخصيتك الاساسيه في انك انت تتعاملي مع الاخر، في قدرتك على انك انت تعملي حاجاتك، في انك تفاصيل الحياه بصوره عامه، اذا كان داخل الاسره، اذا كان في المجتمع الخارجي، اذا كان داخل بيئه العمل او الدراسه، فانت بتلقي نفسك انك انت بتعاني في كل تفاصيل الحاجات، وبيسبب ضغوط وبتسبب كثير من الالم والغضب، وبعد شيء ممكن تكون تسبب اضطراب نفسي. يعني ليه؟ لانه انا ما عندي ثقه في نفسي، فبالتالي انا اي حاجه بتكون ما في محلها، ما بكون راضي عن اي شيء، فبالتالي ما بقدر اكون مبسوطه او سعيده باي تفاصيل من تفاصيل حياتي، ما بكون حابه اي حاجه في حياتي، وده بياثر سلبا على شخصيتي وحتى على نفسياتي وقدراتي العقليه في انه انا اقدر استوعب حتى الوضع اذا شكله كيف. نعم، يعني يمكن من الحاجات الخطيره والمهمه جدا، انا عندي ثقه في نفسي، كثيرين جدا بيفتكروا تكبر. يعني انا ممكن اقدم نفسي لمنطقه محدده او لمكان محدد او لوظيفه محدده، في بعض الناس بيفتكروا يعني ده عامل فيها لكن انا عندي ثقه. انا دايما اتكلم عن النقطه دي، مهمه جدا، لانه في كثيرين جدا ما بيقدموا نفسهم، ما بيعرفوا بنفسهم، لانه بيفتكروا انه الناس حتصفهم باوصاف ثانيه. هي اسمها الخوف الاجتماعي او من الشخص في ناس او في عده اشخاص موجودين، يمكن اي زول في حياته في الشخص ده، الشخص المثبط، الشخص السلبي، الشخص اللي بيتكلم دائما في الموجودين اللي بيحط من عزيمتك ومن قدراتك واللي عنده راي دائما سلبي، وبيفترض انه هو مفترض يقول رايه في اي لحظه، مفترض يقول رايه في اي لحظه مهمه، لانه اي شيء مفترض يقول فيه رايه، ورايه ده سلبي، كويس؟ فانت اصلا على قدرتك اصلا. ايوه، فانا اصلا انا واثق من نفسي ومن قدراتي، فان انا من حقي اجرب، من حقي اجتاز، من حقي انه اقدم للوظيفه، من حقي انه انا ادي نفسي فرصه. ايوه، بغض النظر عن الراي الاخر ده، يعني فهي الثقه هنا بتديك القدره، ثقتك العاليه انك تتجاوز الاشخاص دي، لانه بصراحه هم موجودين كثير جدا في حياتنا وبيشعرونا بالغضب. والغضب زي ما انا قلت قبل كده في كذا حلقه، انه في العشرين ثانيه الاولى فبيغير اتجاهك، ممكن حتى صيغتك الجواك دي تفتش، لا ما تلقاه، يعني ممكن يستفزك، يربكك. ايوه، ويربكك، يعني حتى لو في مكان او في وقت ما ينفع فيه انك انت تزعل او تتضايق، يظهر على شكلك، يظهر على صحيح. على تفاصيلك، انت لازم يعني تكون ريلاكس. اذا حسيت يا لينا انا يعني قمت ضايقتك بكلمه، ممكن تغير من ملامحك. صح، كويس. يعني ده ما عنده علاقه، ده ما عنده علاقه بالصيغه يعني. ففي الاشخاص اللي هم ممكن يعني هم دي تخصصهم، يعني انا قاعده ده تخصصهم في الحياه. طيب برضو سريعا نتكلم عن الاشياء والحاجات اللي ممكن تكون هي بتؤدي لانعدام الثقه. احنا ذكرنا سبب البيئه المحيطه والناس المحيطين حولنا اللي هم سلبيين، شنو ده عن غير من الاشياء؟ اول الاشياء الفشل. الفشل. كثير، ايوه، الفشل كثير من الفشل والحزن، كثير من الاشياء اللي بسبب الحزن والالم لاي شخص بيفقد الى حد ما، زي ما يعني من قبل قاعد اقول حسب
قدرته في انه واثق في نفسه قدرشين يعني بتاثر على ثقته في نفسه. احساس الفشل في انه الشخص لما يفشل في حاجه بيفترض انه خلاص ما قادر. ايوه اللي بيرجعه شنو؟ هي العزيمه والاصرار والثقه في انه انا قادر الحاجه اللي حصلت دي يكون غيرها. بس الاهم من الكلام ده كله يا لينا انا برجع للاساس للتربيه اللي هو البيل. قلت ايوه قلت الاساس في موضوع الثقه هي الام والاب. انا اعزز ثقتي لطفلي في طريقه كلامي في تعاملي في اسلوبي. انا نفسي اكون زول عندي قدره على اني واثقه في نفسي. ما عيب احتذر لاطفالي، ما عيب اقول الكلمات الجميله اللي عندها علاقه بالاحساس تنمي جواهم احساسهم بثقتهم. حتى في لحظات انا بضايقهم او بعاقبهم او كده بيكون احساس انه انا بحبهم ده موجود عندهم. لانهم متعودين على الكلمه الحلوه، متعودين على التعامل الحلو. ضغوط الحياه ومشاكل الحياه والمشاكل الزوجيه ما بتخلص، هي موجوده لحد ما احنا نقدر الحياه دي. فبالتالي هم عندهم الحق الطبيعي والشرعي في انهم هم يعيشوا في بيئه الى حد ما بيلقوا فيها جرعات الحنان. احنا قبل قلنا الحب هو الاساس في الموضوع، بيخلي الطفل وبخلي الكبير وبخلي الصغير انه حبك لنفسك لحياتك للناس اللي حولك انه يكون عندك ثقه في حاجاتك، نزرع ثقه. ممكن نعلق بالنسبه للاطفال في دولابه في شنطته في كراسه بعض الكلمات الايجابيه الجميله ممكن نكتبها له في شنطته. نعزز من 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 احساس السعادة والفرح عنده بأنه إحنا نثني على كل شيء، وده بدي إحساس ثقة في أنه يخطي الخطوة الجاية. فبالتالي الشخص اللي بيكون في بيئة معافية سليمة فيها كثير من الحب فيها كثير من الدافعية بيحس بأنه عنده قدرة على الإنجاز وعنده ثقة كبيرة في نفسه، وبالتالي ما بيصعب عليه لما يكبر ويتخطى في أي موقف يقدر يتجاوز الحاجات دي. ذكرتني نقطة مهمة بموضوعين تكتب على الطفل. أنا على فكرة الحركة دي والحاجة دي عندي في دولابي، ولما أفتح يعني أول ما أفتح دولابي أنا براي لنفسي خدت بعض العبارات يعني بورق وملصقة على سيدي. أول حاجة بعملها لما أصحى من النوم أفتح دولابي بلقى العبارات جميلة بتديني دافع يعني. أيوه شغالة كويس. نعم مش نعملها في البيت. دكتورة إسراء الشبيكة سعدنا بك، كان موضوع مهم وان شاء الله نتكلم في مواضيع اخرى، ويا ريت نتكلم في الزول اللي ما قاعد في حتته لانه دي برضه مواضيع مهمه جدا خاصه ان احنا في عهد جديد، لانه الزول اللي ما قاعد في حتته برضه ممكن يقلل ثقه اللي معاه وهو ذاته قد تكون ثقه مصطنعه، دي حنشوفها برضه لقدام. انا بحييك كثير جدا وبشكرك. والثقه زي ما بنقول شكرا جزيلا استاذ معتصم في عالم بتاع نهوض، والحصل للشعب السوداني هو ثقه في نفسه في حاله في قدراته في امكانياته. وصل الناس مرحله لبر الامان الى حد ما، وبتمنى انه الناس كلها تكون عايشه بمحبه وبحب وبقدره على فعل الخير لكل الاخر، ونشيد من عزيمه بعض. نعم. وما نثبت بعض ودائما تكون الحياه مليئه بالثقه والامان. ان شاء الله اكيد.